المحاولة للجيش الوطني هنا التوغل كرات المتبادلة إلى هنا العمق هنا ماغا ماغا والكرة الطويلة والهدف لا مباكي الجاوية يتألق وينجح في التصدي لهذه الكرة تقطع الكرة ماغا ماغا يخسر الكرة تعود إلى كيرديد إلى ماك ساماكي ساماكي أداما ساماكي والكرة الطويلة والهدف الأول لكيكسن واكشوط الله على هذه الصاروخية النارية التي لا تصد ولا ترد أداما ساماكي الذي حاول كثيرا هنا نشاهد الكرة المتبادلة السريعة والتمريرة الرائعة ما بين المدافعين والتسديدة السريعة لساماكي صافرة حكم المباراة بوه عبد العزيز الذي ينهي هذه المباراة ويصفر مرات متبادلة سريعة ما بين عناصر الجيش الوطني على وقع تشجيع الجمهور الحاضر هنا الرأسية ومباكيا جاو وهدف التعادل لكن صافرة وركلة جزاء على ما يبدو لصالح الجيش الوطني عبد الله ماغا 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 وهدف التعادل للجيش الوطني وهنا إعادة ركلة الجزاء التي نفذها عبد الله ماغا وغلطت مباكي جاو حارس المنتخب الوطني يرتب شاشته ويسجل أرقام من سيخرج ومن واسماعيل حوبت 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 والهدف الثاني هدف كيكسن واكشوط الثاني الله يا حوبة حينما ظلمنا حراس لذلك اختار أن يرد بهذه الطريقة واختار التخلص من المدافعين ومغالطة عبد الرازق الجب وهز الشباك هنا الصافرة أخيرا بعد 4 دقائق يصفر ويعلن نهاية المباراة بانتصار كينغسون واكشوط بهدفين لهدف